تموت عام يبقي ما قنا ولا بت ما قنيتي سقري برنامج فيه جبرت الموت عام يبقي ما قنا ولا بت ما قنيتي سقري في تاكسي رقم اثنين الشركة لحكمت فيك في تاكسي رقم اثنين الشركة لحكمت فيك لا تتمقنا ما زين تمقني بعد عليك لا تتمقنا ما زين تمقني بعد عليك لا تتمقنا ما زين تمقني بعد عليك لا تتمقنا. مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تاكسي رقم اثنين. ضحيتنا اليوم استدرجوا أحد ضحايا تاكسي رقم اثنين، مشالوا تاكسي رقم اثنين على أنها لا يتوصلوا المكان يستهداوا عليه. شوفوا معنا كيف تعامل هذا الشخص مع محمد ومع المختار. متابعة شيقة. انا نجي نعيد لك سلاك نجي نعيد لك افانس تجل تجل افانس افانس اي 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 سناي اي اي سناي ولاد الرجال وانا عشر من ذاك اخويا تحس عشان قول ما قلت شي الناس يا فرطان فرطان قفاي سموصبي ها وات فرطان غير غير وات فرطان غير غير وات ها وات فرطان 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 لا يردني البلدي ناقص قاعد ابو التاكسيات وناقص قاعد صالح تم اللي تم سكت يا ابوي السلام عليكم بوكو ما جاوا جاوا بوكو من تيتشي جيم واه لا بوكو من تيتشي جيم يا اخي تسال انا سكت حتى انا رد على شو كلمه تسال يا مدوان يا مدوان بايك مدوان تنصحني وطاسه بدك تطلب ايش كلمه توزع وقف 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 و
اسكان قدره في الحكومه ها معك برنامج تاكسي رقم اثنين نكمل شكرا مولاي علي والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج تاكسي رقم اثنين ما يبقي تماقنا ولادت تماقنيتي سقي في تاكسي رقم اثنين الشركه لحكمت فيك تاكسي رقم اثنين الشركة لحكمت فيك لا تتمقنا ما زين تمقني بعد عليك لا تتمقنا ما زين